نتكلم على كمان هداف الدوري اعتقد لغايه دلوقتي محمود كهربا، كهربا والشكل اللي بيأديه بعد نزوله في الشوط الثاني هو وليد سليمان. فرصه عمره يا اخي كهربا، فرصه عمره، يعني انا بقول له فرصه عمره في ظل الناس والحب والكلام ده والاهتمام بجمهور الاهلي والجهاز الفني، فرصه عمرك انك تعمل حاجه، تعمل حاجه وتغير كل الكلام وترد على كل الكلام اللي اتقال عليك والهجوم والتشويه والكلام ده، ان يبقى تركيزك في حاجه واحده في المستطيل الاخضر، انسى اي حاجه بره وحافظ على نفسك لانك عندك الموهبه والقدرات اللي تاهلك تكون في مكان افضل من كده. لازم يكون عندك طموحات تبقى اساسي في منتخب مصر، لازم يكون عندك طموحات انك انت تقود الاهلي للمرحله دي وتبقى معاه مع الفريق في العناصر دي، عندك كاس عالم ركز ازاي هتعمل، يعني لازم تشتغل على نفسك، لازم تحاول تبعد بقى عن التجمعات وعن الشغل لانه الغيابات متكرر وكورونا والكلام ده، لا مش في صالحك هيعملك مشكله، انت عندك موهبه ربنا اداها لك موجود في افضل نادي في افريقيا، فرصه كبيره انك انت تقود هذا الجيل لمرحله ابعد من كده، تروح تعمله نتيجه في كاس عام وتقول والاهلي يستحق انه بالجهد والعمل انه يستحق يصل المباراه النهائيه، مش اقل من الرجاء ولا اقل من مازيمبي، لكن لعيب مهم جدا، فايق مركز، اتمنى ان هو يبتعد عن كل المؤثرات الخارجيه، يكون تركيزه في الملعب وهدفه ان هو يعمل حاجه لاسمه تكون يعني بالنسبه له حاجه كبيره جدا والعوده لمنتخب مصر. انا شايف ان كهربا على الطريق الصحيح بصراحه، ملتزم وبينزل بيغير شكل الملعب بشكل كويس، نتمنى يبقى ليدر كمان، ليدر شيب داخل الملعب طبعا. يكون من الناس اللي تقود اللعيبه الصغيره ويكون ليه دور ايجابي في القياده بجانب طبعا دوره الفني.